مرحبا، يسعد أوقاتكم جميعا. حابة أشكركم كتير لدعمكم ومحبتكم يلي وصلتنا ل31,000 مشترك، وأنا كتير مبسوطة فيكم، وإن شاء الله بأقرب وقت بتوصلوا القناة ل50,000 مشترك. وصفة اليوم حليب نستلة المكثف المحلى، وصفة سهلة كتير ونحتاجها بأغلب الحلويات. المقادير على الشاشة، لاحظوا المكونات بسيطة كتير ومتوفرة بكل بيت. بنحط بالخلاط كوب حليب بودرة وكوب سكر وملعقة صغيرة زبدة. وهلأ بنضيف عليهم نصف كوب ماء ساخن، لازم يكون سخن كتير، ومننتبه يكون الخلاط بتحمل حرارة. نخلط شوي ومننزل الأطراف ومنكمل الخلط حتى يدوب السكر تماما. وهلأ هيك صار جاهز، لاحظوا القوام رائع كتير. منصبه بمرطبانات محكمة الإغلاق ومنحطه ساعتين بالتلاجة حتى يسمك أكتر. بعد ساعتين طلعناه من التلاجة، لاحظوا القوام صار تقيل كتير وجدا رائع وطيب كتير. طبعا بيتقدم عدة أنواع من الحلويات. وصحة وعافية، ولا تنسونا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وبشوفكم فيديو جديد. يلا باي باي.